جزاكم الله خيرا. هل يستدل بدعاء خبيب على الكفار اللهم احصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا بجواز الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؟ يدعو على الكفار، وخبيب دعا على كفار آذوه وضايقوه ويريدون قتله، فيدعو عليهم ولا يقصد أن الله يهلك جميع الكفار في الأرض، إنما يقصد هؤلاء الكفار الذين ضايقوه والذين آذوه يريدون صده عن دينه.